طب قولي لي بقى، من الالومنيوم كان وش سعد وفتحة خير عليه راح المنتخب وقتها مع كابتن حسن شحاده وخدوا بطوله افريقيا 2003 وقتها وهو لسه صغير في منتخب الشباب، استقبلتوا الخبر ده ازاي؟ فرحه كبيره. كان البيت شكله ازاي؟ فرحه كبيره ما تتصورهاش. وكمان ساعه انبي راحت مستعاره خديته بعدها. ايوه، بس انا عايز اعرف وقتها الفرحه وانضمامه للمنتخب وحاجه كبيره جدا. كان نصر ليا انا. كان نصر ليا انا عشان هو، وهو بقى دياب ويروح بقى، انا شجعت بقى ويعني ده يقول لي هتبوظيه وده هتبوظيه وده، كل الناس مش ابوه بس. وانت عملت اللي هو كان حبه وسلمتيه. فده كان مصري لي انا قبليه كمان. لما رجع بقى من المنتخب واخد بطوله افريقيا وحاجه كبيره وجه البلد هنا، الاستقبال كان ازاي ليه وقتها؟ كانت الناس بتجي على الباب ويفضلوا يهيصوا ويعملوا، واحنا البيت اليومين اللي كان بيقعدهم معانا في البلد كان بيبقى العيال كلهم ياجوا، اللي متجوزين واولادهم والحاجات دي، بيبقى البز فرح. فرح هنا في البيت. فرح. وفي البلد كلها. ايوه. بعد البطوله دي كان النادي في الامارات، الزفره الاماراتي كان عايزه وكان هيروح الامارات، كنت مشجعه الخطوه دي برضو؟ يعني هنا في الألمونيوم هنا قريب في مصر، لكن دي هيسافر بره مصر وقت النادي الإماراتي اللي كان محتاجه، بعد كده نادي إنبي خده، كنت مشجعه برضو على فترة إن ينتقل ليروح نادي في الإمارات، ولا كان برضو بقلب الأم خايفة عليه وعايزاه يبقى موجود معاكي في مصر هنا؟ ما أنا كنت بقول له كده، بس هو يقول لي أنت مش عايزاني أتقدم، أنت مش عايزاني مثلاً ابقى كابتن، امال انا كنت دي رايحه لا، امال انا، هو اللي كان بيقنعني.